مناسبات. علوش عطني الرقم. يعني يسوون بوفيهات وما بوفيهات شغلهم شغلهم يعني ما شاء الله. انت شوف معيونه الحين يقول لك 013 2013. لا هذا قناه انتبه لخبط طيب قناه هناك. لا احنا نبغى باللغه العربيه. طيب باللغه 05 053 02 63 45. اجين طبعا يوصلون طبعا هذا رقم الواتساب 053 06. بعيد من جديد 053 026 3457. العب هذا اللي تقول له اسبح. طيب ممكن ابو تعطينا شهودة على بال ماذا؟ انت قاعد تتصرف انا وش وضعك معي؟ طيب هذا الان وش يسمونه ابو؟ هذا يسمى اكل. ايه جميل. و والله قربوا من عندي. طيب ضيفك هنا يا اخي ذا ما بده يطلع فاصله. يلا خل خل اصبر اصبر. هذا وشو؟ يلا هذا جريش. ها يلا دق دق. وشو ذا جريش؟ وشو يعني حنيني؟ يلا لا انا هذا جريش وهذا وشو؟ بسم الله اللهم لا سهل الا ما جعلته. والله يا اخواننا ما ودنا أنا. طب قل بسم الله. قل بسم الله ولا خير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلخبط. لا 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 ورانا مسابقه. تكفى يا علي لا تتكثر. وشو ورا مسابقه؟ نبي شو مسابقته؟ نبيك تقدمي معنا اليوم. انا اقدم مسابقه؟ ايه الله يجزاك الجنه. عشان سعد فهد اليوم ما اعتذر مننا والمعذره انت منا فينا ما يحتاج ابوه. اي بس انه انا ضيف تراك كرفتونا أنا. يا اخي ما انت بضيف لا تتغلى علينا. بس اسوي فيها الرسميه. ترى داري انه بيدق علي سعود. شغل وش ذا؟ وش ذا؟ هلا بالعيال. طبعا يا جماعه احنا ما احنا بنخلي ناكل كلنا. فاصل فاصل يا منيب. لا لا اسمع ما احنا بنخلي ناكل كلنا. في شباب ها؟ شباب داخل. تبي من ذا انت ولا؟ عطنا فاصل. مش قاعد ثلج من معك لازم. والله يعلم الله ان اكلهم لذيذ صراحه. والله لذيذ. والله لذيذ. انقذني هذا قرصان الله يصلحك. اي قرصان ذكرته. شكرا يا مخرج. قرصان ولا بحار؟ ها؟ ترى مع انه باستراحه خلاص انتينا كل لقمتين. ترى تكيت لقمتين وتخلص. والله لقمتين وتخلص اللي تبيه. بالله عليك هذا يكفي لقمتين. يا اخي بس خله بعدين تكفى لا تلبشني انت على. لا لا شيل يدك وانا شيل يدي. اللي شيل يده اول هو الفايز. تكفى والله مسابقه ابو. تكفى يلا 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 ابدا المسابقه. غط غط لان احنا اوه مع لحم. اوه وين اللحم؟ اصبر ابي اللحم. لا تكفى خلاص يلا الله يصلحك انت بس. بسم الله الرحمن الرحيم. طب يوزعون عندكم ماء؟ يوزعون يوزعون. يقال اني ما اعرف قناه بدايه. ترى من السنه انك تلعق اصابعك بعد الاكل. اي من السنه بس انه ودنا احنا ناكله. والله ودي اكل. يجيبونا بعد الحلقه الله يجزاهم. والله غلطانين الصراحه. شوف المفروض يجيبون لنا الكروت. لو وديناها في الكنترول بيخلصون علينا. خله لا خله هنا. خلي يجي سعود وناكل احنا. كل واحد يستلم حافظه. حلو يلا. اسمع المفروض تجيبون البطاقات اول شيء. الاكل بعد الحلقه. بطاقات الله يصلحك. هذه حقتهم الاعلان. وش فيه؟ عرفت؟ ايه ايه يلا مشينا؟ لا ولا خليك انت. وش وين يقول الكوره؟ ها؟ وش تقول؟ يعني هم بالحين بيسوون معنا مسابقه يغبون عنا الكوره وحنا. خليك ثواني خليك ثواني بس عند ذا الاكل عشان ما حد ياخذ. ابى اخذ الكوره واجيك. انت بنفسك حياتي. سب يا بعد تسبدي والله انت. الاكل الاكل غيرني عليك. الله ما علمنا. الله يعطيك العافيه ام عبد الله. والله انه لذيذ. وين اللحم كلها؟ يلا يلا خلاص 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 جاي. اصبر شوي في كره ثالثه. قم انا مسابق الله يجزاك الجنه. تحس بالدنيا خربط انت. يلا قم تكفى. قم انا مسابق يا اخي. والله ام عبد الله الله يرزقه. منو؟ خلاص خلاص يلا يلا. سمعت يهوش عليك يقول لك يلا بسرعه. يلا بالكنترول. وشلون تنصك ذي؟ ام عبد الله
ام عبد الله جعل من جابك الجنه ان شاء الله. والله يا اكلكم لذيذ جدا جدا جدا. ما نقول له والله مجامله او تسويق، يعلم الله اكلكم لذيذ جدا. اسال الله يرزق كل اسر منتجه. امين. وكل من سعى للرزق الله يرزقه. يا اخي عيط نصك ذي وشلون؟ خله من بلادك بس اخاف يجي واحد ينعطى مع ذا هم. لا انتبه تكفى. الحمد لله وشكرا. قل الحمد لله وشكرا، قل الحمد لله لطعم سقان وغير حول من القوة. الحمد لله. جوالك حط صمت ادق على الهواء. لطعم يا جماعة اعزائي الجمهور اعزائي المتابعين، ليت ما جاء ذا الاكل قسم بالله ندوخني. ودك انك تربع ذا وتفسخ تفسخ شماغ قدامك عليهم خليه ينشد وانت تشتغل في الاكل، لكن بعد الحلقة ان شاء الله احنا برايحين. اليوم يا جماعة اليوم مسابقة ابو طمرة، واسبح يا ابو طمرة، واليوم بدال ابو طمرة عندنا المنشد والعزيز والاعلامي البطل علي الهمش. خلوكم معنا بناخذ اول اتصال. عبد الرحمن، الو يا عبد الرحمن. ابو داحم تسمعني يا ابو داحم ولا ما تسمعني؟ امسك. ابو داحم الو. ابو داحم تسمعني؟ ايوه. ارفع صوتك يا ابو داحم قصر التلفزيون. طيب شلونك يا ابو داحم؟ انا عبد الوهاب. عبد الوهاب؟ ايوه. شلونك عبد الوهاب؟ طيب؟ طيب. امورك طيبة؟ واسمع انتبه انتبه لا تغرق انتبه. خليك 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 بعيد خلنا ذا عبد الوهاب. ها ركز معي، واليوم ان شاء الله كلكم فايزين، واليوم دام ضيفنا معنا على الهمش راح نخلي الجوائز. ايش رايك؟ ايوه الجوائز طبعا معنا جوائز تذكير، ثلاث جوائز ثلاث آلاف قيمة 3000 قسيمة شرعية من القفاري او هاي بوينت. بوينت يا سلام عليك يا علمش. حلو يا جماعة اليوم بنخلي الجوائز، بنطرخ انا وانت، بنخلي الجوائز ثلاث قسائم شرائية. وطنخ يا جمهور الفخامة. حلو طق 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 لا تلخبط انت. اسمع لف قلبك. طيب ابى اغبد الكورة وخليك معي، بقول لك اسبح يا ابو طمرة ثواني وجيك. يلا انا وش اسوي الحين؟ انت اصبر تستلم الاتصال الثاني وتغبي الكورة. طبعا الحين انا ما اعرف وين الكورة. عبد الوهاب. ها تسمعني؟ ايوه. ها وين الكورة عبد الوهاب؟ تكفى. واحدة من الكلابات. عبد الوهاب وينك؟ واحدة من الكلابات. طول صوت يا جماعة ترى ما اسمع صوت عبد الوهاب، طول صوته. واحدة من الكلابات. ها؟ واحدة من الكلابات. ايش؟ يقول لك واحدة من الكاميرات. ها يا عبد الوهاب وين الكورة؟ في الشجرة. اي كلبة؟ في الشجرة. الله عليك صح عليك يا فنان. شكرا عبد الوهاب، شكرا عبود. يا جماعة عبد علي اسمعني، دامك ضيفنا اليوم وانا دائما نكرر الكلمة، ما حد خسران معنا. كل المتصلين بدون واحد يدخلون مع الهواء كلهم فايزين. من يخسر؟ وعندنا ثلاثة قسائم شرائية، القسيمة الواحدة قيمتها 3000 من القفاري وايش؟ هاي بوينت. وهاي بوينت. يا سلام عليك يا الهمش. الان بيجيك اتصال على الهمش تستقبله. عطنا اتصال كنترول، شربت الماء ولا ما شربته؟ يعني على وشك. بنجيب لك ما ولا. هلو. دقيقة 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 علي. هلو. تستلم الاتصال الحين ثواني بس. هلو. طيب. امسك سم. معي مي. هذا خلى لسعود. طيب سم. سعود. ولا علي عذبني ملهوف الحشا وتعبني وغبني عليه. بسم الله. الحين شوف يا طلع. لا 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 ترى امي مانع انها تفسخ النعول. بلعب كورة. لا تلعب كورة على كيف. البس 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 البس. امي يا ويلي من امي لو ذا تحسب الدنيا خرابيط انت. بس شوف الفن. شوف اعطونا اتصال يا بوينت. شوف 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 الام علي علي علي. هلا علي عطنا حاجة فراهية يا أخي. ها؟ عطنا حاجة فراهية. والله أنا ترى نفسية جوي كله هادي و ما اختلفنا يا أنت يا معذب الإحساس، يا مرهف القلب الإحساسي، يا كل الأماني والخرابيط وها؟ يا كل الأماني في وجودك تخلط، حتى حنانك وطيبة قلبك تجلت، كل ما شفت عيونك الرهيفة
لا كذا انت طالع مقناص. يقول الشاعر ايه؟ تعرف الشاعر حمد بن فرح العنزي؟ ما يحتاج يا طويل، تعرفه؟ ما يحتاج والله. واحدة من قصائده وش يقول؟ شو يقول؟ يقول يا بابا، عطني صدى يا معطاك. يا بابا أسناني واوا، يا بابا أسناني واوا، وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة، ما عاد بدي شوكولاتة، بس بدي أشرب الحليب. بس سؤال، السوسة نخرت بسناني. سؤال ممكن، هل أنت راضي عن نفسك يعني يا مستد علي الهمش؟ هذا سؤال جان من الجمهور الآن، هل أنت راضي عن نفسك على اللي قاعد تسويه الآن؟ هذا حمد اللي يقوله مو بنا. ما قد جتك فصل وظيفة يعني من يوم الأيام؟ لا قد جاني ساحة مدرسة، فصل ساحة مدرسة، فهمتها؟ فصل مدرسة. لا شكلك انت ما فهمته. شوف انت قلت ما قد جاك، انا وش اللي خلانا نستعجل؟ اسمع، انا وش اللي خلانا نستعجل؟ هذا الشيء اللي جاب بالي يعني. اسمع، انا وش اللي خلانا نستعجل؟ انت شكلك ما فهمته. فهمته، فصل وصحة مدرسة، احد يتسامج في ذا الوقت؟ احد يتسامج في ذا اخوي؟ تتونا ماكلين ام عبد الله يا اخي. يا علي الهمش، يا علي الهمش، خليك واقف هنا يا علي الهمش. منو جاينا هالحزة؟ خليك واقف هنا يا علي الهمش، يا علي الهمش. يا اخي انت وين راسك؟ وين مخك يا اخي؟ يا اخي وين مخك انت؟ وين مخك؟ يا عبد الله، يا عبد الله، انت ما دايم مهملني ولا تعطيني فرصه اني اظهر مواهبي. يا عبد الله حرام عليك يا عبد الله، تقتلني وانا في عز شبابي، قتلت زهره شبابي اليانعه يا عبد الله، حرام عليك، حرام عليك يا عبد الله، والله حرام عليك. اقول يا ابو همش، ابو همش ها جعلك ماني بقايل يا ابو همش، يا ابو همش، يا ابو همش، جعلك للعافية يا علي همش. خذ راف، خذ راف، متصلة معك، عطني خذها، متصلة ايه. فهذا الكاميرا معك، يلا استلم نرجع لك. هلو الو، هلا رهف. الو الو، نعم اهلين رهف. اهلين. بغبي الكرة الحين، تمام؟ أتحداك تعرفين وين الكرة. طيب يلا اسمع يا ابو طمر، غبي الكرة على الامش. يلا المخرج ودى الكرة من، ودى الكاميرا من هناك، لا تلحقها. طيب بس ساعدني. اي ما عليك، الامور زينة. خلاص ايوه يلا يلا، وين الكورة؟ ساعدني يا علي. والله مهم، ما فيها اكثر من هذه المساعدة الصراحة. لا هذا يعني المخرج لو يعني يعطيني صورة 4x6 كذا طويلة شوي ممكن يعني توضح الامور. يعني غالبا في البيت يكون في مزهريات. ايه غالبا، شوف دائما الناس يحطون مزهريات، عرفت؟ ايه فما ندري يعني، سبحان عند المزهرية. الله شلون عرفت يا اخي؟ مبروك، الف مبروك، فزتي معنا في السحب. لا تدخل معنا في السحب. ايه شكرا يا اختراف، تدخلين معنا في السحب. الله. انت وعبد الوهاب اللي كان معنا متصل اول، تدخلون معنا في السحب في اخر الحلقة او في اخر فقرتنا مسابقة اسبح ابو طمرة، تدخلون معنا في سحب على 3 جوائز، يعني 3 فايزين. دام اليوم ضيفنا ومعزبنا على قولتهم علي الهمش، تستلم 3 جوائز. والله انا من راسي، لكن الظاهر اني باسطر الحين، بطلع برا. لا لا استعجلت انت، لا استعجل يا اخوان، افتحوا له فصل الاول ابتدائي. خشمك لا تخليني اجيب العيد، الله يصلحك. خشمك صغير مثلك سبحان الله. بعدين منديل، الله منديل حلو. وين قرور هذه؟ قرورتي صح. الله يا اخوان في الكنترول في واحد مثلي اقل مني، جيبوه خليه يقدم معه. المهم هلا والله، احنا ليش تاخذ كره هاي بوينت حقتي؟ طيب استاذ علي الهمش، هل عندك حاجه فرح، تعال هنا، هل عندك حاجه فرحيه تفرحنا فيها؟ لانه احنا دائما احنا ركز معي، خلي ابشر. بس بجيب الحاجه الفرحيه. هل عندك حاجه فرحيه؟ دائما احنا ابو مش تعالين نخليك وقفنا، هذه المنصه، هذه هذه صحتنا.
احنا دائما نحب الانبساط والوناسه والسعاده والفرح والذهب. ابشر ولا احنا حاجه نبي طق 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 طق. اسمح يا ابو طمره. لا هذه المسابقه.